بقى أعطيك المساحة دي مع المواكبة والإضافة اللي ديما توفرها لنا للفريق الأوروبي. الموسم هذايا معناتها قاعدين نعملوا في مجهودات كبيرة باش نكونوا مجموعة جديدة. تعرف الأساليب نتاع العمل التطور، الإفكتيف جديد، مسيرين كيف فهم معناتها العديد منهم جد، بما فهم رئيس الفرع. قاعدين نعمل في اسلوب عمل المجموعه هذه جديد، يحب شويه وقت. نحن على السكه الصحيحه لا محاله، هاك شفت مازال معنا دوله الرجول ماهمش في المجموعه لاسباب مختلفه. ما يتبقينا اليوم شفتوا لا جينيراسيون صغار اللي لعبوا، بكار لعب اليوم، عزيز لعب، سيف لعب، عيالي لعب، معاذ كيف لعب، دخل على مصة بالشروشية في المجموعة. ما ننساوش الإضافة اللي قاعد يقدموا فيها المنتدبين الجدد، معناته للأمانة للريكروتمون تاعنا هم الريكروتمون سوبلي. محمد علي بحر اليوم نتمنوا له التوفيق، بدا معنا جديد، زاد قام بشوط أول ممتاز اللي عليه كل عمله. قاعد المدرب والإطار الفني قاعدين يلوجوا في فورميل تاع مجموعة متناسقة متناغمة. المجموعة هذه عندنا فيها صعوبات، مي بقينا نحن نعرف كل الصعوبات هذه مع الإرادة والجرينتا وحب الجمعية والأبارتونونس بتاعنا والوقفة بتاع المسؤولين اللي داخل واللي برا والحاضرين والسابقين اللي ما نشكوا حتى حد في حبه النادي الإفريقي. نحن في وضعية يلزم الناس الكل تقف معنا، يلزم الناس الكل تشجعنا. راهو ما يجمعنا حتى شيء كان حب النادي الإفريقي، ونحب نوجه نداء للناس الكل المحيطين من قريب ولا من بعيد، معناته نحبوا الدعم، وإذا كان ما فماش دعم مادي بربي نطلب الدعم المعنوي، وخلينا نقدمه وخلوا هالمجموعة هذه تخلق تجيل عمل صحيح وصلب اللي هو يخلي النادي الإفريقي تحلم لقدام، باش نعملوا سيكل دو فورماسيون وسيكل دي متاع نتائج اللي شرف النادي وشرف المجموعة القاتلة.